قرية جلجلية. تقع قرية جلجلية إلى الشمال من مدينة رام الله، وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضيها 7283 دونما. تحيط بها أراضي قرى سنجل، عبوين، سلواد، المزرعة الشرقية. القرية ذات موقع أثري يحتوي على أساسات وبقايا أراض مرصوفة بالفسيفساء، وتوجد بالقرب منها خربة عليانا، وهي تحتوي على آثار قديمة وقبور. يكتب اسم قرية جلجلية بالألف الأخيرة الممدودة، وتكتب أحياناً جلجلية بالتاء المربوطة في آخرها، ويعني الاسم المتدحرج أو المستدير في اللهجات العربية القديمة. ووجدنا في اللهجة العربية الكنعانية كلمة جلت بالتاء المفتوحة، أو ربما تقرأ جلت بالتاء المربوطة بمعنى المكشوف والمرئي. نجد في اللهجة العربية العدنانية الفصحى انجلى وتجلى، أي انكشف وظهر وصار لامعا. نقول انجلى القمر، أي انكشف، وانجلى الصبح، والتجلي يعني الإشراق.